جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أنتم تقولون أن تربة الحسين تشفي المريض، أنا أخذت تربة الحسين ولكن ما شفتني. شنو جاوب الإمام الصادق؟ قال: لأنك تأخذها على شك. يعني لما الواحد يقول يا بهسة احنا رحنا هذا الطبيب وذاك الطبيب، خلي نجرب هذه التربة، يعني ما عندي عقيدة كاملة. الإنسان اللي عنده عقيدة كاملة بتربة الإمام الحسين وأن هذه التربة تسبب الشفاء، فيقين أن هذه التربة ببركة الإمام الحسين واللطف الإلهي تمن على الإنسان بالشفاء والصحة والعافية. الكثيرين من الذين، حتى أنني أعرف أناسا من أهل السنة، تلك الفتاة الفلسطينية اللي كان طالع غدة في رأسها وراحت عند الأطباء ودوا حتى تحاليلها إلى إيطاليا وألمانيا، ولكن الكل قالوا لازم تسوي عملية، العملية إما تؤدي إلى موتها وإما يصيبها الشلل. هذه البنت أحد المؤمنين أعطاها تربة الإمام الحسين، أعطى لأبيها، الأب أخذ من هذه التربة خلاها بالماء وشربت من هذه التربة وخلت على غدتها. يوم اللي راحت سوت الفحوصات بالعملية توجهوا وإذا ليس هنالك أثرا إلى الغدة. هذه فتاة فلسطينية من أهل السنة ولكنها توجهت إلى الإمام الحسين بكل إخلاص بكل يقين، الله تبارك وتعالى من عليها بالشفاء. إذن نحن أيضا نستشفي بتربة الإمام الحسين، نأخذ هذا الدعاء، نقرأ هذا الدعاء ونتوجه إلى الله، نقرأ زيارة عاشوراء، وبعد ذلك نأخذ تراب قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تراب قبر الحسين يكون شفاء للإنسان وشفاء لكل مرض ولكل داء.